ريكو، انا عارفاك صريح، فعايزه منك اجابه صريحه جدا على السؤال ده. تفتكر ليه اللون برضو اللي انت بتغنيه محقق نجاح كبير جدا وجماهيريه اكبر، ويمكن دلوقتي كمان في ناس كتير قوي ابتدت تقلد اللون ده وتغني زيه؟ زي على سبيل المثال مثلا في اغنيه نسمعها دلوقتي، امي مسافره وهعمل حفله بس انا طبعا لا، هو الاجابه على السؤال ده محتاجه ان تبقى امي مسافره ونعمل قعده. عملنا القعده وقعدنا وجبنا لك شاي كمان. اشكركم والله بصراحه، اتفضلوا معانا شاي. انا في رايي الشخصي، والحمد لله يعني يمكن تقريبا من خلال خبرتي في مهنه الموسيقى، انا شفت ان المصداقيه في الاداء والايمان باللي انت بتعمله بيوصل للناس بسرعه كبيره قوي، والناس بتصدقه. فالحمد لله يعني اعتقد ان الاغاني اللي انا قلتها والالفاظ الجديده والاشكال الغنائيه اللي انا عملتها كان فيها نوع من الصدق في الاداء قوي، وصل للناس بمنتهى البساطه، فالحمد لله صدقوه وحصل على النجاح. واعتقد ان النجاح يعني بيدي دفعه ان الواحد يعمل اكتر. حبيت حاجه وحبيت يعني حبيتها ووصلتها، اكيد الناس هتحبها معاك. الحمد لله رب العالمين، ده اكيد طبعا. طب ريكو، تفتكر اللون ده نجح بجد برضو، ويعني وتلقى هذا النجاح الفظيع من الجمهور ومن الشباب، ان هو ماشي متماشي مع موجه الالفاظ الغريبه اللي بنسمعها اليومين دول الشباب من الشباب، زي الشباب الروش طحن مكبر الجمهور. لا بالطبع، لا انا يعني انت بتغني الحاجات دي برضه؟ لا انا، لا انا مش غنيت الحاجات دي بالتاكيد، لا بالعكس، انا غنيت حالات غنائيه الحمد لله كانت معظمها حالات ناجحه جدا، يعني زي طهقان زهقان متضايق. طب طهقان زهقان متضايق، حاله اجتماعيه بحته بتحصل في كل بيوت العالم تقريبا، مش في عندنا احنا او في وسطنا احنا بس. فاعتقد ان دي حاله طبيعيه جدا، فوصلت للناس بمنتهى الصدق، والحمد لله كان ادائي فيها برضو. انا كنت مؤمن بالكلام اللي انا بقوله. طهقان ساعتها بتهيألي وانت لا لا، مؤمن بيك كده، وصل على حاجه ممكن الناس تحسها وتفهمها، مش مؤمن بيه ان هي حاله انا لازم اتفرج. ده انت كرهت الناس في الجواز يا راجل. لا لا بالعكس بالعكس، انا يمكن اعتقد ان اغنيه طهقان فرضت البسمه اجتماعيا، يعني انا بدل مثلا ما اتخانق مع خطيبتي، مع مراتي، مع صاحبتي او كده، ما احنا في عصر الحريات اصلا، ممكن نقولها ببسمه لطيفه، طقم منك زقام متضايق مخنوق منك، فيوم يحصل نوع من البسمه، احسن ما يحصل خناقه. يعني هنسمع بعد كده اغنيه اللي هو مخنوق منك متضايق. فطبعا فطبعا الاداء الجيد والصدق في الاداء، ومش معنى ان انا اشوف كلمه معاصره اللي هي الشباب بتقولها روش او طحن ان انا احطها في اغنيه تبقى هي دي سبب في النجاح، لا، سبب النجاح دايما ان بيبقى انت حاسس باللي انت بتقوله قوي، وبتقدر تقدمه للناس بشكل صريح وقوي، ويكون عندك مصداقيه في الاداء. يعني الحمد لله انا بشوف في الحفلات وفي الاماكن اللي بغني فيها، لما الناس بتشوفني انا بعمل مجهود، بتحرك، بغني كلمات هم مفتقدينها، كلمات لا وكلماتهم فعلا يعني بالزبط. كلمات هم بيقولوها في الحقيقه، ده مش عيب بالزبط. يعني انت بتقول لهم الكلام اللي هو احنا قاعدين جروب اهو، وكل واحد بيقول كلمه، فانت بتاخد الحوار ده وبنعمل اغاني، فانا هسمعه بالطبع. ده يعني كلامي وكلامك وكلام اللي قاعدين معايا، صح ولا ايه؟ بالظبط، هو ده كبر بقى، هو ده اللي بيحصل. لا انا بكبر على طول الحمد.